اهدى يما اهدى وصلى على النبي. ده بطحني، اقسم بالله ما هسيبه، اقسم بالله لا احبسه. هو راح فين؟ هنا موجود. موجود اهدى. موجود فين؟ احنا نروح نخيط الجرح اللي فوق ده وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. ايه اللي حصل فيه؟ ايه اللي حصل فيه؟ ايه اللي حصل؟ ابوك كان عايز يقتلني، ابوكي بطحني بس ورحمه امي اللي حبس لك ابوك يا زينب. اهدى بس يا مرتضى، اهدى فهمني ايه اللي حصل وفين بابا؟ اللي حصل قدامك اهو. اللي حصل ده ابوك عايز يموتني. طب هو عمل كده ليه بس؟ انت بتساليني انا؟ ما تساليه هو اللي انفعل غلط على الجرح. ما تنطق. وديته فين؟ موجود والله موجود. انا هنا، انا هنا يا مصطفى. عايز تبلغ بلغ، بس انا لو طولتك والله هموتك. بيهددني. صلي على النبي. شاهديني اهو بيهددني، عايز يموتني. مش هسيبك قسما بالله يا جلالي حلواني. لا احبسك. ايه ده عشان الجرح؟ مش هسيبك يا جلالي حلواني. كفايه احبسك. كفايه انت زودتها، حرام عليك. انا برضو اللي زودتها، انتوا اللي جبتوا اخركم معايا. مش كان نفسك تشوف ابوكي؟ عندك يا اختي اشبع بيه، اشبع بيه قبل ما احبسهولك. والمصعب لو عملت له حاجه ما هسامحك ولا هرجع البيت تاني. ومين قالك انك هتعاتبيه يا اختي؟ يلا في 60 داهيه. انت طالق يا زينب، انت طالق. يا نهار اسود يا جماعه، ده شيطان ودخل بينكم والله. بقول لك ايه؟ يلا وديني على المستشفى واعمل لك محضر يا جلال، وراح بتقوم من اعمل لك محضر. اتفرجوا على ايه؟ قول على شغلك. يلا يلا. اتفضل يا باشا اتفضل. معلش. بطحني. انت كويس، انت كويس والله كويس. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. انا اسف يا بنتي، مش قصدي.